بسم الله، لو انا عايز اتحكم في العناصر ال 2D اللي موجوده في الشكل، باجي من هنا في شو اند هايد، بلاقي ان هو بيخفي لي ويزيل بعض الحاجات زي الهاتشنج، الباترن، التكست، الدايمنشن، الاكسريف. لو انا في ال 3D اقدر اخفي كل العناصر ال 2D element. خلينا مثلا اقول له اخفي لي التكست، اوكي، هلاقي التكست اختفى والدايمنشن زي ما هو. ممكن اقول له انا عايز دايمنشن لاينز هو اللي اختفي، او الهاتش، او عايز السمارت سيمبل، او سيك لاين، او يوز كولر وان. الحاجات دي كلها اقدر اتحكم ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش. ممكن اقول له اوكي على ده مش اختفى، وممكن اقول له يظهر لي كله او اخفي لي كله. كده انا اخفيت كله، اظهرت كله بالشكل ده.